بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم هذا الرصيد المتراكم على مدى 21 سنة، ولما مكنه الله منهم وهم ينظرون ويرقبون وقد تجمعوا حول الكعبة فيسألهم هذا السؤال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ ولا يشك أحد ساعتها أنه ظفر عليه الصلاة والسلام برقاب قوم طالما سخروا له العداء وجيشوا له الجيوش وألبوا عليه القلوب والقبائل وساقوا كل مستطاع بأيديهم مالا وعتادا وسلاحا وأمرا ونهيا إلى قتله، إلى التخلص منه. ما استطاعوا قتله بمكة فلحقوه بالمدينة في غزوة تلو غزوة، ما يريدون إلا الفكاك والخلاص منه، ما مكنوا منه. ولما مكن منهم عليه الصلاة والسلام يسألهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ وهم حوله عند الكعبة لا يشكون لحظة أنها الساعة التي يأمر فيها بقطع الرقاب وإراقة الدماء وإبراد الصدور، لكن الصدر لم يكن محتقنا، كيف لا وهو صدر محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقالوا متلطفين في الجواب: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. الآن كريم بعد 21 سنة؟ والله ما قالوها مجاملة ولا تصنعا، لكن قالوا الحقيقة التي كانوا يكابرونها على مدى 21 سنة. كانوا يعلمون صدقه وكرمه، لكن كانوا يكابرون والشيطان من ورائهم، كانوا يعادون والكفر قائدهم. فلما حانت ساعة الصدق ما تزيفوا عبارة يلتمسون بها رضا قلب المصطفى عليه الصلاة والسلام، لكن نطقوا الحق الذي انطوت عليه قلوبهم، ما عرفوا منه إلا الكرم، كرم الخلق، كرم العطاء، كرم المن، كرم السماحة والوفاء. قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: أقول كما قال أخي يوسف: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا فأنتم الطلقاء. اليوم نحتاج أن يتنازل الأخ عن أخيه، أن يتنازل الجار عن جاره، الزوج عن زوجته، الزوجة عن زوجها، الأب عن أولاده. ملئت صدور بعضنا اليوم شيئا من محامل الحقد والإساءة والأذى. هلموا نتعلم من خلق رسول الله عليه الصلاة والسلام. تعالوا نغسل القلوب، نغسل القلوب ونحن نقرأ في سيرته عليه الصلاة والسلام، لنعلم حقيقة معنى القلوب الصافية، لنعلم حقيقة معنى نقاء الصدور وسلامتها. لن يحدث أحد ولن تجد في سيرة أحد شيئا من معنى سلامة الصدر ونقاء القلب كمثل ما تجده في سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام. املأ قلبك أولا حبا متناميا لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. والله عفى عنهم يوم فتح مكة لسلامة رقابهم ولبقاء الدين مستمرا في ذرياتهم وأجيالهم. لأدرك زمني وتدرك زمنك اليوم مسلما تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم املأ قلبك ثانيا وأنت تقف على مثل هذه المواقف لتتعلم من مواقف القدوة والأسوة في حياة المصطفى عليه الصلاة والسلام ما نترفع به عن الحقائد، عن الأحقاد والضغائن، عن موغرات الصدور، عن سواد القلوب. دعونا نغسل القلوب ونبيض الصدور في ماء السيرة، دعونا ننقعها في أخباره عليه الصلاة والسلام، في سيرته العطرة، في شمائله النظرة، فإنا والله لنجد فيها خيرا عظيما.